plus 8A. Stallion 4 years old, and the class 8B stallions 4 years old. والآن على بركة الله راح نبدأ معاكم اليوم الثاني من بطولة فيصل بن حمد الثامنة لجمال الخيل العربية، ونبدأ مع العرض الحر في ساحة الميدان، والتي تقام طبعا هذه البطولة تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة. وعرض رائع وجميل من الأمهار، يوم الأمهار، وتبين المنافسة من البداية إن شاء الله محتدمة ما شاء الله تبارك الرحمن. عرض جميل ومنافسة جميلة وقوية إن شاء الله بتكون في فئات هذا اليوم.
والآن مع بداية فئة أمهار عمر السنة Colts 1 year old الفئة 5000 plus 5A. انتظار دخول أول المنافسين لهذه الفئة. Next please, المتسابق التالي. Thank you.
المتنافس التالي. Next please. المهرة رقم 50 سياف الجابرية. المهر رقم 50 سياف الجابرية المالك والمربي مربط الجابرية. الفصيلة 19 19 19 ونص 19 19 19 19. الرأس 19 19 19 19 18 ونص 19 19. العنق 18 ونص 18 ونص 19 19 18 ونص 19 19. الجسم 17 ونص من جميع الحكام. القوائم الأمامية 15 ونص 15 ونص 15 ونص 15 ونص 15 ونص 15 ونص. القوائم الخلفية 15 ونص 15 ونص 15 ونص 15 ونص 15 ونص 15 ونص. وأخيرا الحركة 19 ونص 19 19 ونص 19 ونص 19 19 19. مجموع النقاط للمهر سياف الجابرية 90.7 وبداية قوية 90.074 سياف الجابرية total points. Next, please. المهر رقم 51 AQ المرتجز المالك عبد الرحمن النعار والمربي اسطبل القطان. الفصيلة 6 مرات 19 18 ونص. الرأس 19 18 ونص 18 ونص 19 19 19 18 ونص. العنق 19 18 ونص 18 ونص 18 ونص 18 ونص 19 18 ونص. الجسم 18 من جميع الحكام. القوائم الأمامية 6 مرات 15 ونص 16.
قوائم الخلفية 15:30 15:30 15 15 15:30 15:30 15. الحركة 19:30 19:30 19 19 18:30 19 19:30 ومجموع النقاط لـ AQ المرتجز 90.21 والمنافسة تشتد. Total points for AQ المرتجز المتنافس التالي المهر رقم 52 قيصر الرحيل المالك والمربي علي حسن حجي الفصيلة 18:30 من 6 حكام و 18 الرأس 18:30 17:30 العنق 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 الجسم 17:30 17:30 17:30 18:18 17:30 القوائم الأمامية 15:30 من 3 حكام 15 15:30 15:30 15 القوائم الخلفية 15:30 15 15:30 15 15 15 15 الحركة 18:30 19 18:30 19 18:30 19 و18 مجموع النقاط لقيصر الرحيل 88.32 نقطة. Total points for قيصر الرحيل 88.32. يتفضل المتنافس التالي.
المهر رقم 53 كنز الرحيل المالك محمد خالد لحدان والمربي مربط السودان. الفصيلة 18.5 19 19 18.5 18.5 18.5. الرأس 18 18.5 18.5 18 18 18.5 17.5. العنق 6 مرات 18.5 و18. الجسم 18 17.5 18 18.5 18 18 18. القوائم الأمامية 3 مرات 15.5 15 15 15.5 15. القوائم الخلفية 15 15.5 15.5 و4 مرات 15. الحركة 20 19 19.5 19 19.5 19 19.5. مجموع النقاط لكنز الرحيل 89.57 نقطة. Total point for كنز الرحيل 89.57. المهر رقم 54 لحيف الريس المالك سامي حسن عبد الله المربي مربط الريس. الفصيلة 4 مرات 19 18.5 19 18.5. الرأس 19 18.5 18.5 18.5 19 18. العنق 19 19 18.5 19 18.5 19 18. الجسم 18.5 18 17.5 18 18 18.5 18.5. القوائم الأمامية 15.5 15.5 15.5 15 15.5 15.5. القوائم الخلفية 15.5 15 15.5 15 15.5 15 و15.5. الحركة 19 18 19 19 18 19 و18. مجموع النقاط للحيف الرئيس 89.71 نقطة. Total points for لحيف الرئيس 89.71. Next please.
المهر رقم 55 ظافر السلطانة المالك والمربي مربط السلطانة. الفصيلة 3 مرات 19 19.5 19 19.5 18.5 الرأس 19 18.5 18.5 19 18.5 19 18 العنق 18.5 19 18.5 19 18.5 19 18 الجسم 18 18.5 18 18.5 18.5 18.5 18. This program is offered by 15.5 15.5 15 15.5 15 15.5 15.5 القوائم الخلفية 15 16 15 15.5 15.5 15.5 15.5 الحركة 19 18.5 19 19 18.5 19 و18.5 المجموع النقاط لظافر السلطانة 90.11 Little point for ظافر السلطانة 90.11 This program is offered by المهر رقم 57 رهان الشهاب المالك مريم إبراهيم أحمد المربي فاضل عباس الجمري الفصيلة 19 19.5 18.5 19 19.5 18 الرأس 3 مرات 19 18.5 18.5 19 18 العنق 19 19.5 18.5 18.5 19 18 الجسم 17.5 18 This program is offered by 17.5 17.5 18 17.5 القوائم الأمامية 15.5 و6 مرات 15 من الحكام القوائم الخلفية 15.5 15 15.5 15.5 15 الحركة 19 19.5 18.5 19 18 ونص مجموع النقاط لرهان الشهاب 89.04 Total points for رهان الشهاب 89.0704 sorry.
This program is offered by الرأس 18 ونص 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 18
17 17 ونص 17 ونص 17 ونص 17 ونص. القوائم الأمامية 15 ونص 15 ونص، 3 مرات 15 15 ونص 15. القوائم الخلفية 15 ونص 15 ونص، 5 مرات 15. الحركة 18 ونص 19 18 ونص 18 ونص 18 ونص 19 18 ونص. مجموع النقاط لصباح 87.75. Total point for صباح 87.75. النتائج على النحو التالي: المركز السادس رهان الشهاب رقم 57، المركز الخامس رقم 53 كنز الرحيل، المركز الرابع رقم 54 لحيف الريس، والمركز الثالث رقم 50 سياف الجابرية، المركز الثاني رقم 55 ظافر السلطانة، والمركز الأول رقم 51 AQ المرتجز. ألف مبروك. يتفضل السيد خليفة بن ثاني النعيمي الرئيس التنفيذي لمربط الأريام لتتويج الفائزين في هذه الفئة.
يتفضل السيد خليفة بن ثاني النعيمي الرئيس التنفيذي لمربط الأريام لتتويج الفائزين في هذه الفئة أو من هذه الفئة. مرة أخرى النتائج على النحو التالي: المركز السادس المهر رقم 57 رهان الشهاب، المركز الخامس المهر رقم 53 كنز الرحيل، المركز الرابع مهر رقم 54 لحيف الرئيس، المركز الثالث المهر رقم 50 سياف الجابرية، المركز الثاني المهر رقم 55 ظافر السلطانة، والمركز الأول المهر رقم 51 AQ المرتجز.